تمضي دولة الكويت قدما في تعزيز دبلوماسيتها الناجحة المرتكزة على العمل الإنساني العالمي لما يمثله من قيم إنسانية عليا. وفي هذا الإطار واصلت دولة الكويت جهودها الدؤوبة في مجال العمل الإنساني عبر مؤسساتها وهيئاتها الخيرية، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا COVID-19 وتداعياتها داخل البلاد وخارجها. وفي هذا الصدد أعربت دولة الكويت عن الأسى لما ورد في تقارير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا عن الأوضاع المزرية التي يعيشها أطفال هذا البلد الذين يعانون من انتهاكات عديدة لحقوقهم. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا. وذكر السفير أنه لا بد لنا أن نستذكر الدعوة التي أطلقها أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لدعم ومساعدة الأطفال والشباب من النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة. ودعت دولة الكويت مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية، معربة عن التطلع إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام جير بيدرسون الهادفة إلى تحقيق السلام. واعترافا بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني، أشاد السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ بجهود الجمعية بمساعدة المتضررين جراء الكوارث التي لا سيما في رفع المعاناة جراء تداعيات جائحة كورونا COVID-19. وأكد السفير الصيني لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير أن دور الكويت بات متميزا ورائدا في العطاء الإنساني، وقال إنه بحث مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، مثمنا جهود الجمعية وما تقوم به لمساعدة الدول للمنكوبة. ومن جانبه قال الساير إن الاجتماع تطرق إلى المساعدات التي تقدمها الجمعية للمنكوبين والمتضررين وأهم أعمالها وتحركاتها الإنسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة، إضافة إلى دورها في مكافحة فيروس كورونا COVID-19 داخل البلاد وخارجها. وتشجيعا على العمل الخيري والذي بات من سمات المجتمع الكويتي، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور عبد المحسن الخرافي عن انطلاق جائزة خالد العيسى للتميز في العمل الخيري، وبين أنه سيتم ترشيح الفائزين الثلاثة الأول بشفافية من خلال لجنة متخصصة وفق معايير تم وضعها، داعيا جميع الجمعيات والمبرات الخيرية والفرق التطوعية المستهدفة داخل الكويت والتي تنطبق عليها الشروط للمشاركة وتفاعل مع هذه الجائزة التي ستقدم إضافة للعمل الخيري الكويتي.